بتعملي ايه هنا؟ لا مفيش يا دكتورة. انت عايزاني في حاجة؟ اصل انا والممرضات كنا هنجيب كشري، نجيب لك معانا؟ لا مش ممكن اكل كشري بالليل، يتعبني. طب بعد اذنك يا دكتورة. اتفضلي. أنا مش قادر أفهم بالنسبة للحوار بتاع عمر ده كده انتهى بالنسبة لك؟ جايز. طالما جايز يبقى أفهم. شوف يا وجيه، الناس اللي ورا عمر دول ناس كبار قوي، وأنا هبقى عبيط جدا لو حشرت نفسي جواهم. طب لو ساعدناهم وكسبنا احنا التلاتة بونت وكسبنا الناس كبار، ممكن نخسر برضو الدوري ونلعب في دوري المظالين. يا وجيه، الناس دول لما بيلعبوا مع بعض بيلعبوا بالدم، وأنا بصراحة صفحتي بيضاء، ولعبة الموت دي أنا مليش فيها إلا لو لمبة المصلحة اشتغلت، وقتها ممكن نقرب، بس برضو هنلعب طريقتنا. طب وبالنسبة لعمر؟ ماله؟ كده يبقى خدنا بطارنا منه؟ طريقة وجيه، كل اللي عمله معايا عمر إنه اداني استراحة لمدة يومين، وديك شايف اللي فيها، أنا اللي برا وهو اللي مسجون في خبر موته المنتشر في كل حتة، وأنا بقى ما تاخذنيش، ما قدرش أخد طاري من حد ميت. ولو الميت صحي؟ لو الميت صحي هنلعب تاني وهحاول نكسب كمان. بص يا وجيه، انا ما بحبش ابص ورايا، اللي يبص وراه بيتكعبل، وعاده بيضيع الفرصه اللي رايحه قدامه. كل اللي انا عايزه منك ان انت تراقب الموضوع ده من بعيد وتاخد بالك كويس. لو الموضوع كويس يبقى اوكي يلا بينا، مفيش يبقى على كده وتمام. بس انا عايزك تخلي بالك من حاجه، البيزنس البيزنس وبس. ها وبعدين؟ اسمه محمد مطر، محامي. مفيش حاجة في الورق ده تقول انه ممكن يموت فجأة، دخل المستشفى بسبب حادثة، كل تحاليله كويسة جدا، يعني ما عندوش لا ضغط ولا سكر ولا اي تاريخ مرضي. لو في اي احتمال ان اللي حصل ده كان متدبر او ليه علاقة بالكلام اللي قاله يبقى لازم تحريات. سيبيلي الموضوع ده لغاية بكرة بس، وانا هشوف هوصل ليه. يلا مستر يحيى؟ ايوه يا سناء. في واحدة مستنية بره حضرتك اسمها مدام رضوى. دخليها فورا. لا بقول لك ايه؟ خليها عندك شوية. حاضر. وهكلمك عشان تدخليها. سحر، خلي مدام رضوى تخش. وما تدخليش أي حد ولا أي تليفون طول ما هي عندي. يا اهلا يا اهلا يا اهلا، ما تصوريش مدى فرحتي بيكي النهارده. للدرجه دي؟ ايه، مش مصدقه ان انا طاير من الفرحه؟ جميل قوي المكتب ده على فكره. شاكر. الشركه كلها شيك بصراحه، وفي مكان رائع كمان. خلي بالك ان الشركه دي مش بتاعتي انا لوحدي، انا معايا شركاء زي شريف مثلا. ومراتك؟ والله ده انت عملت شغل كويس قوي كده. اكيد. نتكلم في المهم. بص بقى، انا ما عنديش اي استعداد اتكلم في اي حاجه تانية فرعيه. انت ده بزنس مان طبعا وعارف قيمه الوقت، وانا مش عايز اخد من وقتك كتير. انا فكرت كويس في اللي انت عايزه مني، بس رايي ان احنا ناجله شويه لغاية ما تعملي خدمة صغيرة كده. خدمة؟ خدمة أقل من مقامك بكتير. وهتاخد وقت؟ أنت وشطارتك بقى،
اتفضل. في دكتور كان شغال مع أمن الدولة، اتسجن فترة ولما خرج من السجن اختفى، محدش يعرف عنه حاجة، جايز يكون اتخطف بعد ما اتسجن. طب وأنا علاقتي إيه بموضوع زي ده؟ ما أنا سألت عليك كويس. أخوك الصغير عميد في أمن الدولة وشريك هنا بنسبة 10%. ده أنت ده هي مسيحة بقى. أنا عايز أعرف الدكتور ده فين. يعني عرفتي إن أخويا عميد في أمن الدولة وإنه شريك معايا هنا وإن مراتي كمان شريكة معايا هنا ومش قادرة تعرفي معلومة صغيرة زي دي؟ ده من حسن حظك. خلاص يا ستي، في ظرف 24 ساعة هقول لك خطفوه وودوه فين.